انتوا حريصين على ان انتوا تنقلوا التجربه لمصر، واحنا كمان طبعا في امس الحاجه لتجاربكم بالمناسبه، وكمان بنعتمد عليكم كسفراء لمنتدى شباب العالم. فعايز اعرف منك الناس بره بيقولوا عننا ايه تحديدا يعني واحنا بننظم منتدى زي ده. انا كنت في وانا جاي في المطار كان معانا من الوفود من دول كتيره، كان في واحد وفد من هو كان من اسبانيا، هو اصلا اسباني جنسيه ولكنه مدير منظمه دوليه، فاتكلم معايا. هو طبعا شافني جاي من انجلترا، فالاول افتكر ان انا بريطاني بس مصري كذلك، فقال لي انت جاي ازاي؟ قلت له انا بشتغل في انجلترا ولكن انا جاي عشان اشارك. فاول حاجه قال انا اتمنى ان اسبانيا تعمل انها تحاول تستفيد من مواطنينا اللي هم بيشتغلوا خارج البلد، لان احنا لو استفدنا من لو شاركنا لو طلبنا منهم هيكون في استفاده كبيره للبلد. ده مثلا زي ما بحكي لك، يعني الناس شايفه ايه، ان مش كل الدول حريصه على الارتباط بمهاجريها، ولكن هناك حاليا يعني هاف تو سي صحوه من ناحيه محاوله الدوله الارتباط او اعاده الارتباط مره اخرى بالمواطنين بالخارج، خصوصا اللي عندهم تجربه يقدروا ان هم يفيدوا بيها البلد. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده يكون يعني من الحاجات الايجابيه اللي الناس تشوفها، ان مصر مش مجرد يعني ولادها اللي بره بتفرح بيهم وتتابعها بيهم زي ما حضرتك قلت، ولكن في نفس الوقت هم عندهم القدره او عندهم الرغبه في افاده البلد بشكل كبير، فيتم الاستفاده بيها زي ما دول اخرى زي الصين على سبيل المثال بتستفيد بشكل كبير جدا من ابنائها اللي بيعيشوا بره. ده خلينا نتكلم، وحضرتك بتتكلم عن ابناء مصر في الخارج، عن علمائنا بره. احنا كل كام يوم بيبقى عندنا عالم بيكون عنده بحث جديد بيتكرم على هذا البحث لانه بيبقى بحث فريد من نوعه، بحث جديد، والعالم ده عالم مصري بيشرف نفسه وبيشرف بلده كمان في الخارج. فاحنا عندنا علماء كتير برضه يا دكتور. عندنا يعني انا يعني الاحصاء اللي انا ممكن اقول لك مثلا بالنسبه لانجلترا، انجلترا تقريبا ممكن تتكلم ما بين 10 ل 20 الف مصري بيعملوا في مناصب مرموقه في الجامعات في المستشفيات. طبعا لا تخلو مستشفى في بريطانيا من طبيب مصري، من اول سير بروفيسور مجدي يعقوب لاصغر طبيب موجود هناك. الجامعات في امريكا، في كندا، في دول كتير جدا فيها مصريين كتير. وزي ما قلت لحضرتك، هو الملاحظ في الفتره الاخرانيه ان الدوله بتحاول الارتباط بيهم بشكل كبير. من حوالي 5 سنوات انا قدمت على منحه بحثيه مشاركه مع الجامعه الامريكيه بالقاهره تمول اكاديميه البحث العلمي، اسمها جسور التنميه، والهدف منها هو ربط العلماء المصريين المقيمين بالخارج باقرانهم في مصر، وكان الهدف منها هو نقل تكنولوجيا الطباعه الثلاثيه الابعاد. بالفعل تم تاسيس معمل في الجامعه الامريكيه بالقاهره عن تكنولوجيا الطباعه الثلاثيه الابعاد، وده تقريبا من اكبر المعامل الموجوده في الشرق الاوسط في المجال ده. عظيم. العلماء المصريين زي ما قلت لحضرتك في كل حته في العالم. انا بقى لحضرتك تجربه شخصيه، ولكن تخيل لو انت عندك 10,000 تجربه شخصيه شكل البلد هيكون شكله ازاي. صحيح. وحضرتك قلت كمان احصائيه مهمه جدا، المصريين موجودين في بريطانيا بشكل مكثف في كل القطاعات، تحديدا القطاع الطبي يعني والجامعي كمان، فدي حاجه كويسه جدا. يعني مش بس يعني هو القطاع الجامعي والقطاع الطبي، ولكن انت تبص مثلا للشركات الكبرى في مجال الطيارات، مجال السيارات، مجال البترول، مجال الطاقه النوويه، تلاقي برضو المصريين ليهم وجود يعني بارز هناك. كتير منهم كمان بدأ ان هو يفكر حاليا في مصر كمكان جاذب للاستثمار، وانا منهم. يعني إن لما ساعات بتبص لمصر، مصر عندها امكانيات استثماريه او عندها قدرات استثماريه تساعد ناس كتير جدا. لما تقارن مصر بانجلترا او مصر باي دوله تانية، سعر الطاقه اقل، العماله شاطره جدا، وبرضو عندها يعني يعتبر تكلفه العماله مش عاليه جدا زي اوروبا. البلد بتحاول انها تحفز الاستثمار الاجنبي. الفترة اللي فاتت يمكن حضرتك عارف ان مصر كانت من الدول القليلة في فترة البانديميك اللي كان عندها بوزيتيف جروث، نمو ايجابي. غالبية الدول في العالم حصل عندها نمو سلبي. صحيح. في يعني في معادلات النمو نتيجة الجائحة. فالناس هتبص لمصر بشكل اكبر، ويا ريت ان احنا لما نتكلم على العلماء المصريين في كمان المستثمرين المصريين في الخارج. مصر عندها مقدرات، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يقدروا يستثمروا بشكل اكبر في البلد باذن الله. احنا بنشكرك يا فندم، شرفتنا ونورتنا.